عايز تعمل تعليم كويس قوي، لا يمكن ابدا تقدر تعمل تعليم كويس قوي وتنفق على التعليم كويس قوي في حجم، في ظل هذا الحجم الضخم من السكان والموارد القليله جدا. اتكلم على الخمسينات وعلى قبل كده حتى، وقال ان احنا كانت الفجوه تقريبا 10-12% ما بين قدره الدوله ومواردها والنمو السكاني اللي موجود فيها. كان ساعتها 19-20 مليون سنه 50، وبالتالي كان الفجوه مش كبير، الفجوه التمويليه بين ده وبين ده مش كبير. بس خلي بالكم، تصوروا ان الفجوه دي ليها تراكمات على مدى 60-70، الكلام ده تقريبا النهارده دخل في 75 سنه. التاثير بتاع ال 75 سنه في الفجوه ديت نتائجه ايه؟ نتائجه ايه على جوده المنتج التعليمي؟ نتائجه ايه على جوده المنتج الصحي اللي احنا كدوله عايزين نقدمه لمواطنينا؟ القضيه بتاعت السكان في مصر وفي الدول اللي عندها مشاكل مماثله لينا قضيه انا بعتبرها من اخطر القضايا اللي بتمس هذه الدول. واسمحوا لي اقول لكم ان احنا في مصر هنا يعني احنا بنتكلم في 6 حروب، 6 حروب او 7 حروب. الحروب بتاعت 56 واليمن و67 و73 وحروب الارهاب، وحروب الارهاب اللي كانت اخرهم حرب استمرت 10 سنوات خلال الفتره من 2011 و12 ويمكن لغايه سنه فاتت، ودي تكلفتها واعباءها على الدوله ضخمه جدا. حاله الاستقرار والامن اللي انتوا اتكلمتوا عليها كجزء مهم واصيل في تطوير وتنميه الدوله امر في منتهى الاهميه نحن ننظر اليه ان هو احد العناصر المهمه في معالجه النمو السكاني. ما نجحناش في 60 سنه، هل معناه ما كانش فيه استراتيجيات؟ هل معناه ما كانش فيه اراده سياسيه؟ هل معناه ما كانش فيه تفاهم ووعي من القائمين على الدوله في ان النمو السكاني هو مشكله كبيره جدا جدا هتواجه او بتواجه الدوله المصريه ونموها ويمكن استقرارها في وقت من الاوقات؟ اتصور ان هو كان واضح ومعروف. ولكن يا ترى كانت المحافظه على الهدف واليات العمل المطلوبه لتنفيذ الاستراتيجيات كانت قويه وراسخه ومستقره عشان المستهدف يتحقق؟ انت بتتكلم في 2.1 و1.8، وانا بقول لك والكلام ده قلته للدكتور هلا قبل كده، انت عايز 400,000 مولود سنويا، لانك انت مش بس عايز تخفض تصل ل 2.1 او 1.8 او 1.5 حتى، لا انت عايز تعوض العجز اللي نجم عن الفتره السبعين سنه اللي فاتت بانك انت تصل ل 400,000 الفتره زمنيه قد تصل ل 20 سنه، وبعد كده تبتدي تقول اسمح بالنمو يبقى اكتر من كده. بالمناسبه الايرانيين عملوا كده والاتراك عملوا كده والصينيين عملوا كده، بعد ما حققوا البرنامج في الصين بدا تقريبا 68